راح الغيط ولقيتهم هنا ناس مجانين، قلت اقعد معاهم اطبل لهم شويه. طبل لهم شويه؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت اقنعني، انت رايح الغيط تمام؟ والناس كانت قاعده وانت بتقول تطبل. ازاي انت عاقل؟ ازاي عاقل؟ ايه؟ معرفش. وحوار الدفن ده؟ حوار ايه؟ حوار الدفن اللي انتوا بتعملوه. ايوه. معرفش. انت اصلا شكلك كده تحس في واحد زميلك؟ واحد زميلك كان شايل طفل او شايل حد وكان رايح يدفنه، واحنا دخلنا عليكم فجأة وصورنا. ايوه. انت بتعمل ايه معاهم؟ سلام عليكم، بداية فيديو جديد. بطلب من كل الناس، كل البشر اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي، تكمل الفيديو للاخر. حرفيا يا جدعان احنا وقعنا في كارثة. المفروض ان الفيديو اللي فات احنا لاحظنا ان المجانين دول بيفحطوا قبر، وفي النهاردة الفيديو ده احنا لاحظنا حاجة غريبة جدا جدا جدا، ان المجانين شايلين جثة ورايحين يدفنوها، والجثة حية، مش يعني مش حد ميت يبقى عادي مفيش مشكلة، ده جثة حية. فالنهاردة جايين نصور كل حاجة، والنهاردة احنا مش جايين على كلام ولا جايين على مراقبة، احنا جايين على خراب. الموضوع النهاردة هينتهي معايا شريف كوتة. يا جدعان ان شاء الله النهاردة مش هنحل، وحياة ربنا ما نحل يا مكار، بعد اذنك احنا هنخش عليه. اما على الطلاب الثلاثه اللي هنبقى هنخلص الكلام كله. بص يا اخواتي، الاشكال دي اصلا اشكال تحسها كده ان هي اشكال مش مظبوطه، بس احنا اكتشفنا ان هم بيدفنوا ناس حيين، فاحنا مش هنسكت اقسم بجلاله الله. والفيديو ده يعني احنا هننتقم منهم كلهم. معنا طه السلطان. السلام عليكم يا جماعه، النهارده احنا جايين في انتقام، مش هنحل واحد فيهم، صح ولا انا غلطان؟ بص يا جدعان ركزوا معايا، احنا بنراقب المجانين دول 24 ساعة، بس وقت الحدث المهم بنصور لكم الفيديو. يعني 24 ساعة احنا بنراقبهم اصلا. بس وقت الحدث بنصور لكم الفيديو، فاعملوا لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده ل 20-30 ألف لايك. سهلة ونقدر نعملها. أيوة. والله سهلة. كل الناس اللي بتتفرج تعمل لايك، كل الناس اذا كنت بنت ولد اخ واخت، ما عندكش حتى صباع، خلي حد يدوس لك لايك. المهم اللي انت تدوس لايك على الفيديو ده واشترك في القناه، عشان خلاص ما بقاش حاجه ربع مليون، فاضل 3 تكات او 4 تكات على الربع مليون. فالوقت نبدا نتحرك معايا ورا الكاميرا. رمضان زلزال ان شاء الله يا اخواتي، هندمر المجانين. هم مش مجانين بس احنا هندمرهم، مش هنحل. يلا بينا. يلا صار في الجسم يا النهارده احنا جايين على الانتقام. الناس انت بقى النهارده لا على طول، انت اللي بيتخطف في وسطنا. يعني شو مفيقين يا رجاله؟ يعني ايه؟ لا شايلين العبط علينا. لا والله يا عم، ده ناس شايلين العبط، ناس شايلين العبيطه. هو احنا عبط ولا ايه يا ابو عصام؟ مش اول مره نفتح مغامره. يلا يا مك، يلا يا جدعان جاهزه وصلها. اوكي خش بقلبك. يلا ايه شغل الجنايه اللي انتوا عاملينه يا جدع؟ هو ده يا ها؟ بس انتوا بتدفنوا ناس. ها يعني انتم مش مجانين؟ امال انتم ايه؟ ده بس خلينا نزور يا مكار. مكار هاتوا مكار، هاتوا مكار يا جدعان. عايز الكاميرا تصور، اما الكاميرا تخش اول حاجه. طار خش عليها، طار خش عليها، طار. سيب الطبله دي يا حسام، شيلوا شيلوا شيلوا. هات واش من كده، هات 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 هات. يلا امشي هاتوا هنا، هاتوا هنا، تعال بوتو بوتو، هاتوا هنا، هات ايد، عادوا هنا، عادوا جوانا في العشاء. عمال تطبل لي يا حليته؟ اه حليته مجنون، عمال تطبل لي. سلام عليك. بس انا عايز الكاميرا تصور كل حاجه. انا اصلا متابع على رقبتك. كان في واحد زي بس. بس خلي الطبله دي موجوده، خلي الطبله بس يا مكار، خلي الطبله دي موجوده. اشيل في ايدي يا شيخ. طب ماشي، تعملوا ايه؟ ها؟ ما تتكلم يا ها؟ انا كنت رايح الغيط ولقيتهم هنا ناس مجانين، قلت اقعد معاهم اطبل لهم شويه. اطبل لهم شويه؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت اقنعني، انت رايح الغيط تمام؟ والناس كانت قاعده وانت بتقول تطبل. ازاي انت عاقل؟ معرفش. ايه؟ معرفش. وحوار الدفن ده؟ حوار ايه؟ حوار الدفن اللي انتوا بتعملوه. ايوه. معرفش. انت اصلا شكلك كده تحس في واحد زميلك؟ واحد زميلك كان شايل طفل او شايل حد وكان رايح يدفنه، واحنا دخلنا عليكم فجأة وصورنا. ايوه. انت بتعمل ايه معاهم؟ ولابس دي ليه؟ قال له على البتاع دي يا ابو عصام. قال له على البتاع اللي هو لابسها دي. انت فاكر عامل نفسك مجنون ولا ايه؟ هلا هلا. هو يا عم انت عامل نفسك مجنون. ايوه. ايه؟ ايه ما تسوقش العبيطة؟ ما تسوقش العبيطة بقول لك. ها؟
هلا حاله بس اهدى بس اهدى بس يا زلزال عليه. انا عايز اعرف حاجه انا عايز اعرف حاجه اقلع اقلع عشان حاله يا عم مالك كده يا هلا حاله هلا حاله ده شمام ده ده شمام هلا حاله هلا حاله انت بتعمل ايه هنا؟ ها؟ قاعد معاهم بتعمل ايه؟ ها؟ انت بتشرب حاجة؟ ازاي 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 انت قاعد معاهم؟ هم اصلا مجنون انت اصلا مجنون؟ اسمك ايه؟ مجنون يا عم اسمك ايه؟ اسمي زواوي. ما تدى يا ده اسمك ايه يا؟ اسمك الزواوي؟ ها وانا اسمك مجنون؟ بتعمل انت بقى الزواوي؟ وايه اللي خلاك تيجي مع المجانين؟ كنت رايح يا ابو في حد اسمه بس استنى بقى في حد اسمه زواوي؟ انت هتجنني يا اسطى ضحكوا علينا يا اسطى ضحكوا علينا بقول لك ايه يا مكار استنى بس يا شريف استنى خليك اتكلم بس استنى طيب استنى عشان اضحك علينا تمام واحنا كنا شايفينك بتطبل لهم الطبله بتاعتك معانا حلو وانت معانا ومش هتمشي عايز اعرف بس كام سؤال انت واحد شمام ولا انت عبيط زيهم انت رايح الغيط انت مش عبيط انت مش عبيط يا عم بقول لك هم عبطه بيسوقها قول كلام مقنع قول كلام مقنع معاهم انت قعدت معاهم قلت اطبل لهم ليه في واحد مجنون هو في واحد مجنون بيطبل انا عايز افهم في واحد مجنون بيطبل يا عم انت هتشغلنا يا عم ولا ايه وبعدين انت هو قال لك هو مش مجنون يا باشا هو مش مجنون ثلاث مجانين واحد عامل زي حبيشه فاهم ازاي والتاني عامل زي مش عارف مين ومعاكم مره لابسه نقاب وعرفني انت بقى عرفني انت دخلت انت عشان المرة صح؟ دخلت عشان المرة استنى يا اسطى استنى احكي لي القصه محدش يتكلم عايز انك اللي هيتكلم يا جدعان هيزعل مني احكي لي يا اسطى حصل ايه؟ انا سامعك كنت رايح الغيط حلو ولقيتهم دول مجانين قلت اقعد اطبل لهم شويه وافرحهم طبل لهم شويه تفرح فرحهم طب وليه الكلام ده يا اخي رد عليه بقى ليه امك واحد فيهم كان متجوز ولا ايه لو انت ليه 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 كان متجوز ليه كان متجوز لو انت لو انت كمشاهد كنت ماشي في الغيط بالليل وبالليل ولا الصبح بالليل ماشي في الغيط بالليل ولقيت مجانين طبل لهم وتضحكهم تضحك يعني ازاي اقنعني ازاي الواد ده ورا السر انت ورا السر يلا احلف بالله وصلى على النبي صلى على النبي الشغل اللي انت بتعمله ده مش فين بطاقتك خالص اصبر يا شريف يا عم بطاقتك ايه احنا مش هنقبض عليه احنا عايزين نفهم ماشي هنعرف برضه منين برضه والجواب اصلا جاي منين احنا عايزين نفهم انتوا بتعملوا ايه انت مش مجنون انت ما تحسسنيش ان انت مجنون اصل ما فيش مجنون بيطبق ايوه تمام وانت بتصلي على النبي عليك يعني تحس كده انت كده اصلا دلوقتي انا عايز افهم نقطه اللي انتوا كنتوا بتدفنوه ده انت اللي انصلاته مع الحوار ده وانت اللي كنتوا ولا قايل لهم كده صح على فكره امال انت سايبهم مدفنوه ماشي عشانك انت ماشي سايبهم وانت كبير هو كبيره هو كبيره يا عم كبير لا 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 هو بيستغل عليا يا عم كبير بتهزر يا عم كبير ليه انت كنت معدي ولقيتهم قاعدين كده قعدت اطبل لهم ازاي يعني هو راح الغد بالليل شايف شويه مجانين استنى بصله ها وشايف شويه مجانين اجيب طبل واقف اطبل لهم تعرف انت سيئة ولا بتشتغل نفسك يا اسطى فوق من يا اسطى يا اسطى بقول لك ايه يا اسطى باين عليه شارب حاجه ده انت مش عارف حاجه شارب حاجه شارب حاجه انت صح يا اسطى قاعد مسايكب يا اسطى قاعد مسايكب يا جدعان هو قاعد اصلا مسايكب فوق من اللي انت فيه يا صاحبي قاعد مسايكب يا مكار مش هتقل على حد انت وراك حاجه قول اللي وراك لان احنا مش تعالى يا اسطى كده تعالى يا اسطى كده تعالى يا زيزان عايزين نخش نشوف الناس اللي جوه دي يا اسطى امشي كده هات يا اسطى ها بص يا جدعان بص يا جدعان ركزوا معايا انا عايز بس اقول لك حاجه يعني انت مش تبعهم لا وما تعرفهمش لا ايوه يا جدعان ما حدش يتكلم انت مش تبعهم وما تعرفهمش انت كنت معدي صدفه ونزلت تطبل لهم وتضحكهم وتهزر معاهم صح انتوا واقفين لي في وسط الشارع بتعمل كده ليه طيب وسط الرشاح يا اسطى شارب حاجه اغلى مسايكب يا اسطى مسايكب يا جدعان ما حد بيقف في وسط الرشاح انت مسايكب اه تاني انت مالكش دعوه بيهم مالكش علاقه بيهم صح اه طب انا دلوقتي لو سبتك ولو شفتك تاني في البلد هعمل فيك ايه مش هتشوفني تاني بس خلاص وعهد الله وعهد الله ان شفناك في البلد هربطك في النخله يلا شوف بقى انت رايح فين شفت النخله دي وربنا هربطك لا احنا قاعده جنب مين يا مكار تعالى يا عم ايه بلدنا امياء امياء شوف انت رايح فين شوف انت رايح فين يلا بقول لك ايه خد الطبله دي معاك خد لا 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 خد انا هاخدها لا بقول لك لا مش هناخد طبلات يا عم مش هناخد طبلات ايه الطراب الثلاثه سيبها والله ابدا جالها خدها جالها تمتعن انا سيبها بقول لك ايه يا اسطى مفيش اسمع الكلام ما تبقاش مني خد حاجتك وغور ها
خلص الشين ده شينا تاني ماشي بس روح اسطى وراه هو طريقك اهو طريقك اهو لا طريقه يا عم انا بزراعه امشي يلا يا معلم امشي امشي يلا شو صوت يلا اتفرج اتفرج يا عم مكر العم شمعان ده حد كان مش مجنون بس هو قاعد مع المجانين فاحنا خلاص خد الطريحه بتاعته وتوكل على الله هو كده خد الطريحه بتاعته بس التانيين كلهم مجانين لان مفيش عائل هيطبل ازاي اقنعني هو لما جه يتكلم يتكلم طبيعي جدا هو فين ماشي يا اسطى يا مشعنا صوت لا ماشي يا حبيبي خلاص ايه الكلام ده يا جدعان ده كام ده يا وربنا مسايكي بيسمع مني واشوف قاعد عمال يعمل ازاي طب ساكت يا جدعان هو بيتكلم يعمل كده يا اسطى هو شاري وانت مش عايز تجيب معاه فين يا اسطى احنا عايزين نشوف التانيين بقى احنا ده طرقناه عرفنا ايه سكته احنا كده يا جدعان لازم نشوف كل واحد فيهم كل واحد فيهم لازم نشوفه طب التعبان الواد اللي كان ماسك التاني ده فين اللي فين كان معاهم كان تعبان هو اخو ها وسيبنا التعبانين انا مش عارف في ايه ايه ده احنا كده وصلنا لحاجه حلوه اللي احنا عرفنا ان في واحد منهم مش مجنون اللي هو بيطبل طب الوقت هنقفش واحد واحد منهم وهنعرف كل حاجه عنه الموضوع خلص على قد كده صح الكلام هنعمل خير بقى انا شر صح الكلام صح الكلام صح الكلام احنا دخلنا مغامره وقد المغامره وقد اي حد في وهنكمل للاخر هنكملها للاخر اقسم ربنا احنا قد اي حد احنا قد اي حاجه وقد اي مغامره حصل بس بالعقل قد كده يا جدعان انتظروا الحلقه الجايه الحلقه الجايه هنقفش واحد وهنعرف برضه هو مين وهل التاني ده مجنون طب هل الناس التانية هم حوالي 6-7 تنفار طب هل السبع تنفار دول مجانين احنا هنعرف كل حاجة في الفيديوهات اللي جاية معلش احنا كنا محموقين شوية عشان اللي حصل ما كانش كويس ورب الكون يا مطار لما انت اتخطفت يا اسطى انا كان عندي كفاءة كلهم بس انا اسكت انا وبقصار عشان خاطر انت معاهم جوه المهم يا جدعان انا عايز بس افهمكم حاجة ان احنا دلوقتي قفشنا واحد طلع مش مجنون طبعا. فالمطلوب اللي احنا نقفش واحد واحد فيهم ونبدا نطلع نواه كل واحد فيهم ده مش مجنون ده بيتكلم عادي بس ده تحس ان هو شارب شمام سايكب يا اسطى سايكب اللي هو ولا ايه مش معاه في الدنيا سايكب. مش فاهم مش فاهم الدنيا معاه مش انا بكلمه بيعمل لي كده بيقول لك بيتكلم كده هو دي 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 عندي دي اصلا منطقه فيها حاجه انت طبله ليه يا اسطى انا كنت عايزها انا كنت عايزها برضه انا عايزها على الطلاب الثلاثه يا ابني ايوه يا اسطى حد ياخد طبله هو يمشي زي ما خلي حد هو ماشي خلاص يا اسطى انا همشي ورا اصلا اخد منه الطبله بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه لا مش الكلام ده خلاص عشان مشكله اصلا مش انت عايز تعمل ايه اصلا هو مشي على الطبله يا عم انا يا ابني انت شبطان فيها الطبله ارجع تاني للناس هو انت عيل صغير بكار بطل بقى شغل يا عيال ده بقى انت كبير المفروض دلوقتي يا جدعان احنا خلصنا الحوار انتظروا الفيديو الجاي مهم جدا واللي هنقفشه المره الجايه هنعلقه في النخله وهنخليه يعترف بكل حاجه اذا كان عبيط او مش عبيط هنعلقه في النخله سكه ودغري اي حد هقفشه اربطه في النخله يا اسطى واكربكم اكربكم لكم اقسم بجلاله اللي احنا قد ايه سكه مش غرور والمفكرين اخدكم واحد واحد بالدور انا مخلص على قد كده لايك على الفيديو واشترك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بننزله اشوفكم في فيديو جديد سلام اضرب